السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محدثكم خالد الساحلي، ألتقيكم مرة أخرى في محاضرة جديدة من محاضرات اللوست سيركوليشن، فقدان سائل الحفر أثناء عملية الحفر وكيف يتم التعامل معه. في المحاضرة السابقة شرحنا معنى الويل بالونينج، وقلنا أن الويل بالونينج هو أن بعض الكسور الدقيقة الموجودة في التكوينات الصخرية تتعرض لقوة إضافية، يعني تتعرض للإي سي دي، فتعمل هذه الإي سي دي على دفع كمية من سائل الحفر إلى داخل هذه الكسور، وهذه الكسور طبعا تتوسع وتزداد نتيجة للإي سي دي دون أن تصل إلى مرحلة الانكسار مرة أخرى والكسر مرة أخرى، تأخذ كمية من المد، أنت طبعا موجود على السيستم فتفقد كمية من المد بشكل مفاجئ بدون سابق إنذار، حوالي 50% مثلا، بس عملية الفقد تكون لحظية لفترة زمنية معينة، تفقد مرة واحدة فقط، وبعد ما يتم إغلاق مضخة أو إيقاف مضخة الحفر وتوقف الحفر فإن القوة المسلطة على المايكرو فراكتشر أو على هذه الكسور الدقيقة تزول، وبالتالي تعمل هذه المايكرو فراكتشر على طرد المد اللي موجود في داخلها، فأنت على السيرفس راح يرد لك ال 100 برميل أو ال 50 برميل اللي أنت فقدتهم دفعة واحدة. المشكلة أنك أنت كيف تميز ما بين الويل بالونينج وما بين اللوس سيركوليشن وما بين الويل بالونج وما بين الكيك، لان انت لو فقدت سائل حفر نتيجه لوجود المايكرو فراكتشر فعمليه الفقد هذه مرات انت ما تقدرش تميز ما بين الفقد وما بين الويل بالونج. برضه لما يتوقف الحفر فان المايكرو فراكتشر تعمل طرد كميه المد اللي هي اخذتها، ويبدا البير في الجريان حتى بعد ما يتوقف المد، راح يصير عندك فلو لاين او باك فلو، راح يصير عندك باك فلو. ففي اللحظه هذه كيف تقدر تميز ما بين الويل بالونج وما بين الكيك، لان انت مرات تصنف او تشخصه على اساس انه هو ويل بالونينج لكن هو في الاصل كيك. فمن الصعب جدا او ليس من السهوله انك انت تميز ما بين الويل بالونينج وما بين فقدان سائل الحفر او الجريان اللي يصير لك عندما تتوقف المضخه، لان مرات انت تخش في الكيك وتخش في البلو اوت، وبالتالي تبدا انت مضطر الى اجراءات اخرى. هنا في الدرس هذا راح نشرح شويه الخطوط العريضه كيف نقدر نميز ما بين الويل بالونينج وما بين اللوس سيركوليشن وما بين الويل بالونينج وما بين الكيك. اول شيء حدود فاقد. طبعا الويل بالونينج زي ما تكلمنا ان الاي سي دي تصل لقيمه مرتفعه وان قيمه الاي سي دي اصلا مرتفعه، فتضغط على المايكرو فراكتشر وتجبر كميه من المد الى الدخول الى المايكرو فراكتشر، فالشيء طبيعي انه راح يصير عندك لوسز، راح يصير عندك لوسز، وهذا اللوسز الكميه اللي انت اخذتها او الكميه اللي اخذها المايكرو فراكتشر، الكميه اللي اخذها المايكرو فراكتشر راح يرجعها لك عندما تتوقف المضخه. الشيء الثاني ان المد فلو الراجع او الفلو باك الراجع وكميه المد الراجع اللي هي اساسا كانت في المايكرو فراكتشر لما ترجع لك عند السيرفس بعد ما تتوقف المضخه راح تكتشف ان موجود فيها كمية بسيطة من موائع المكمل، قد تكون فيها غاز، قد يكون فيها مثلا مد، يعني صاير لك كونتمينيشن مع الووتر اللي موجودة في الطبق داخل الطبقات. عموما هذا الأمر يبان عندك حتى عند اللوجر لما يصير عندهم أو يقيسوا الجاز بيك، أو يصير عندك أنت بوتوم سب، فلما تدير بوتوم سب راح تطلع أول عينة من قاع البير ملوثة بموائع المكمل، وهذا يدل أن كمية المد هذه اللي أنت ردت لك كانت في المايكرو فراكتشر. وطبعا طبعا المايكرو فراكتشر اكيد يكون فيه موجود فيه غازات بسيطه او كميه من الووتر اللي هو السولت ووتر، كميه من الماء، فراح تلاحظ ان الفلو باك او كميه المد اللي رجعت لك من داخل الطبقات او اللي ردت بعد ما اغلاق المضخه تحوي او ملوثه بكميه من موائع المكمن. الفلو التمييز الاخر، التمييز الاخر مهم جدا، انت لما توقف المضخه راح يصير عندك فلو باك، يعني يصير عندك رجوع لسائل الحفر من الفلو لاين، الكميه اللي راح ترد لك هي نفس الكميه اللي خداها المايكرو فراكتشر لما كان عندي حفر. راح تلاحظ في الراجع انه في البدايه راح يكون سريع، راح يكون سريع وكمية كبيرة، ومع مرور الوقت راح يقل سرعة الراجع وتقل الكمية، هذا معناها ويل بالونينج. لكن لو كان عندي الجريان بطيء أو بسيط ويزداد مع مرور الوقت فهذا معناها عندي كيك. إذا نحن هيك استطعنا أن نميز ما بين الويل بالونينج وما بين اللوس سيركوليشن وما بين الويل بالونينج وما بين الكيك. بالنسبة للويل بالونينج واللوس سيركوليشن، أن الويل بالونينج عملية الفقد تتم فيه بشكل لحظي في فترة زمنية معينة وكمية محددة، ما تستمرش وما تستمرش تحدث بشكل مفاجئ وتتوقف بعدها، ولما تطفي المضخة الكمية هذه راح ترجع لك اللي انت فقدتها، هذا يقولوا له ويل بالونينج. اما التمييز ما بين الويل بالونينج والكيك ان الراجع او الباك فلو
اللي راح يرد راح يرد بشكل سريع، في البداية راح يكون سريع وراح تكون كمية كبيرة، ومع مرور الوقت تقل السرعة وتقل الكمية إلى أن تختفي. هذا الويل بالونج. لكن الكيكلة كمية الراجع تكون بطيئة وتزداد مع الوقت، والكمية تكون بسيطة وتزداد مع الوقت. ليش؟ أن الغاز يطلع بشكل بطيء أو يبدأ يتدرج خروج الغاز من داخل الطبقات. فهذه هي العناصر اللي تميز لي الويل بالونج، وتميز لي أيضا ما بين الويل بالونج وما بين اللوس سيركوليشن وما بين الويل بالونج وما بين الكيك. طبعا في المحاضرة القادمة راح نشرح المزيد من التفاصيل عن الويل بالونج، كيف نقدر نديله تريتمنت وكيف نقدر نعالجه وكيف نمنع وقوعه أصلا، لأن موضوع الويل بالونج يعتبر موضوع مهم جدا، ويجب أن كل مهندس يكتسب فيه الخبرة حتى يستطيع يميز بينه وبين اللوس سيركوليشن وبين الكيك. تحياتي الطيبة لكم محدثكم خالد الساحلي.